خمس ألعاب رعب مبنية على قصص حقيقية. حاب أنوهكم أن القصص هذه أو الألعاب فيها مناظر مقززة وأيضا كلام مقزز لأنها مبنية على قصص حقيقية وجرائم صارت في الواقع، فعشان كذا أصحاب القلوب الضعيفة لا يشوفوا الفيديو. وقبل ما نبدأ لا تنسون اشتركوا في القناة وحطوا لايك وفعلوا الجرس، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة خولات أو كولات. هي عبارة عن لعبة رعب وصراع بقاء من مطور بولندي مستقل، وتلعب فيه بمحقق يحقق في قضية اختفاء 9 طلاب جامعيين روسيين واللي اختفوا في مدينة خولات في عام 1959. اللعبة مبنية على حادثة ممر دايتلوف واختفاء 9 مغامرين روسيين واللي بعضهم كانوا طلاب جامعيين، ولا حد يعرف ايش هو سبب الاختفاء الحقيقي. ناس قالوا ان جرف ثلجي دفنهم وقتلهم، وناس قالوا ان مخلوق غريب ثلجي اسمه اليتي هجم عليهم وافترسهم. بعدين لقوا الجثث ولكن كانت العيون مخلوعة واللسان مفقود والجمجمة متهشمة، وليومنا هذا ما حد يعرف ايش كان السبب الحقيقي. ثاني لعبة معنا هي لعبة فاتل فريم. هي عبارة عن لعبة رعب بأسلوب فريد من نوعه، لها أجزاء متعددة لكن اللي نقصده هنا هو الجزء الأول للعبة، وتلعب ببطلة اللعبة ميكو واللي جت إلى بيت مهجور أو قصر مهجور عشان تبحث عن أخوها الضايع، واللعبة تستخدم فيها الكاميرا عشان تصيد فيها الأشباح. القصر اللي موجود في اللعبة هو قصر حقيقي موجود في اليابان، ويعتبر أكثر مكان صارت فيه جرائم قتل في اليابان، وسبع أشخاص لقوهم ميتين بسبب طقوس دينية مارست عليهم وأدت إلى قتلهم. واحدة من هذه الطقوس اسمها Strangling Ritual وتعني طقوس الشنق، وفكرتها أن بنت صغيرة تكون مربوطة بحبال على أطراف جسمها الأربعة ورقبتها، وبعدها يسحبون الحبال وتتقطع البنت إلى أجزاء بحجة حبس الأرواح الشريرة اللي موجودة في القصر. ثالث لعبة معنا هي لعبة The Town of Light. اللعبة أسلوب استكشاف من منظور أول، وتلعب فيه بشخصية فتاة كانت مريضة سابقة لمستشفى في الثلاثينات، وتستكشف في المستشفى والغموض اللي فيها والأماكن المرعبة اللي داخلها، وتبحث عن ماضيها البشع اللي كانت موجودة فيه. المستشفى في اللعبة مبنية على، أنا حاس إني بجيب العيد في الاسم هذا بس بحاول، The Hospital Pistriaccio di Volterra، وهو اسم مستشفى أمراض عقلية في إيطاليا واللي قفلتها الحكومة في عام 1978 سبب أنهم كانوا يجرون تجارب غير إنسانية ووحشية على 6000 مريض فيها، والعامة الشعب كان يطلقون عليه مسمى المكان الذي لا رجع منه على المستشفى، لأن كل المرضى اللي راحوا تعالجون في المستشفى هذه ما رجعوا لأهلهم من وقتها. رابع لعبة معنا هي لعبة ماسوتشيسيا. هي لعبة بوينت اند كليك مرعبة، وفيها تلعب شخصية ولد صغير في عالم وحشي ومرعب وكل شيء فيه ضد الولد. المشكلة هنا أن اللعبة مبنية على قصة قاتل حقيقي مرعب اغتصب وقتل وأكل أطفال كثار جدا وأعدم بالكرسي الكهربائي في عام 1936. المصيبة أن الولد اللي في اللعبة وبطلها هو القاتل الحقيقي، واللعبة تبين لك كيف كانت طفولته البائسة والمواقف اللي حولته تدريجيا إلى واحد من أكثر القتل الخطيرين في العالم وفي التاريخ. آخر لعبة معنا هي لعبة Texas Chainsaw Massacre. لا تغركم رسوم اللعبة اللي تشوفونها قدامكم، هذه تصنيفها رعب وقتها وصدت على الجهاز الأتاري في عام 1983. فكرتها تلعب بقاتل متسلسل ويكنى بليذر فيس أو الرجل ذو الوجه الجلدي، لأنه كان يقتل المراهقين ويأخذ جلدهم ويخيط على قناع يلبسه على وجهه، وسميت اللعبة بـ Texas Chainsaw Massacre وتعني مجزرة تكساس المنشارية، لأن القاتل كان يستخدم منشار كهربائي يقتل فيه الضحايا. وفي اللعبة راح تقتل المراهقين الموجودين في المخيم وتدخل بيوت لأنك راح تلعب بشخصية القاتل. اللعبة مبنية على الفيلم بنفس الاسم، والفيلم مبني على قصة حقيقية حصلت في ولاية تكساس الأمريكية، في أن قاتل باسم السيد جاين قبضوا عليه الشرطة وداهموا بيته واكتشفوا فيه صحون مصنوعة من جماجم نساء وأباجورة مصنوعة من الجلد وحاجات ثانية كانت مريبة جدا في هذا البيت. وهذه كانت الخمس ألعاب المرعبة مبنية على قصص حقيقية. قولوا لنا ايش رايكم فيها، واذا في ألعاب ما ذكرناها اذكروا تحت في الكومنتس، وان شاء الله اذا عزوتوا لايكات وشاركتوا الفيديو وايضا اشتركتوا بالقناة راح نسوي لكم جزء ثاني لهذه الحلقة اذا تبغون، لان في ألعاب ثانية ايضا مبنية على قصص حقيقية راح نقدر نجيب لكم اياها. يعطيكم المتابعة، كما معكم فهد الشيحة ومع السلامة.